هذا يقول: ما حكم شراء السلع المدعومة، أي السلع المدعومة من الدولة عن طريق الجمعيات؟ إذا كنت تملك سلع، سواء أعطيت إياها تبرع لك بها، أو أعطيت إياها أو ورثتها، أو أعطاك إياه ولي الأمر وحال عليها الحول، يزكيها بأي طريق. إذا ملكتها بأي طريق، طريق الشراء، طريق الإرث، طريق الهبة، ونويتها للبيع، إذا نويتها للبيع فإنك تزكيها إذا تم عليها الحول. نعم.